أي أغنية تندمي عليها؟ ما بقدر هيك يعني، لاني بكون عم بجرح الاشخاص اللي اشتغلت معهم، بس في كثير اغاني منها مني اشتغلتها يعني واخذتها، بس مثل هالفنانين يعني، الا ما تمرق كم اغنيه تكون معنا ما راح اقول بالمستوى المطلوب، بس ما بتكون مناسبه لإلي. ولا ما بتعلم هيك، بتعلم يمكن الواحد. ايه اكيد يعني، خلص انا صرت هلا يمكن بعد فتره زمنيه صرت اعرف اي اللون اللي انا بحبه، اي اللون القريب لإلي، واي لون الناس بتحبه كمان معي. اي مقابلة بتندم عليها غير اليوم لانه تسأل عليك مش لا اكيد يلي ضايقك كثير و لا بالعكس بشرفك، ما تضايقتي؟ احد ضايقني يعني مبسوطة هلا؟ ايه الحمد لله، انا من هلا ورايح ما راح ضايقك. ايه بس خليني هلا رايقة لاطلع يعني أرواق. لا 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 اكيد اكيد كلنا راح نكون رايقين ونفل كلنا برواق. ما يعني في طلعت كذا مرة يعني، بس احيانا بكون المحاور يعني بكون مزعج بعض الشيء لإلي. مزعج؟ ايه بس يعني انه انا يعني انا بقدر ازعج بلد يعني، ف ما بنخاف عليك. ايه بس بتطلع بصحتي لاني بكون انا كثير معصبه وانا قاعده بالانترفيو، وبعدين بقول خلص ما بقى بعيده مره ثانيه يعني مع هذا الشخص. ما فينا نعرف وين؟ لا اكيد لا. بما انه زعجك زعجيه او زعجيه؟ لا لاني زعجتها يعني، هي بنت زعجتني او زعجتها؟ تغري زعجتها يعني. والله ما بزعجتها. لا منى حبيبه قلبي. انت لا انا ورويده اكتب حب قديم ابدا عن جد. اي كليب تندم عليه؟ لحد هلا ولا اي كليب الحمد لله كلهم. اي علاقه بتندم عليها؟ كلهم تقريبا. يا ويلي انا عليك. الا اخر واحد هلا يعني اللي لك خلص بقى مع الليلة عمر او زين او الا ابو زين. لا ابو زين حبيب الروح. طبعا هذا اللي عم بقوله. ابو زين برا عايزك. عايزك بكلمتين. عايزك بكلمتين. هلا شفت شو عملت فيه كثير بالك. ابو زين هون يا حوي؟ لا. ايه؟ بيجي بلحظة بيجي. ايه بلحظة بيجي ابو زين. بس دير بالك لأنه معي سمير المولى. سمير المولى خليك ابو زين احسن. فيعني ما تعلق مع ليك ما تعلق مع بعلبك ابدا ابدا. بعلبك هو دير بالك سمير المولى بعلبك وكله هين اذا والمزح ابدا اذا سالم غضب عنك ايه اسمه الشاب اللي معك بدر واذا بدر اجى يحكي كلمتين انتبه بدر مش كثير ديمقراطي وغير سمير اسمعني لسه معي بعلبك ثاني بلال طيب انا قايل لكم انا اصلا من عين الرمانه مثلا لا لانه بلشت تدخن لا 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 اي علاقة بتندمي عليها؟ جيران؟ يمكن بحكي انتاجيا يعني مع بعض الشركات بندم فيها انا تعاملت معهم مثل مين؟ اي شركة؟ ما حاذكر يعني بس انه بعض الشركات بندم طيب علاقة شخصية؟ في كثير يعني ناس ندمت اني انا اعطيتهم اكسجين وحكيت معهم كيف اعطيتيهم اكسجين؟ يعني حكيت كثير خسرت اكسجين كثير فكرت بالتنفس الاصطناعي او شيء صار لهم شيء شو؟ واحد غط على قلبه سمير عم بيموت قال هلا سمير من اداره اعمال حيصير ملاكم ملاكم نمبر 1 طيب علاقه شخصيه تندم انك اعطيتيهم عن جد في كثير ناس انا اعطيتهم من وقتي وكانوا ما بيستحقوا بس بالنهايه بقول انه دخلوا حياتي وظهروا منها وخلص يعني. اي صديقه بتندم عليها؟ لا بالعكس اصدقائي الحمد لله كثير اوفياء لي. اي موقف بتندم عليه؟ موقف العزلية صار غالي لانه حط لك 10,000 يا زلمه والله عين رماني ولا ما عين رماني شايفتك طالع مفروم انا؟ ايه من عين رماني بيطلع مفروم يعني هيك اول مره دائما في اول مره يمكن الموقف اللي بندم عليه وقت اللي صار في خلاف بيني وبين المولى برودكشن انا سمعت كثير الناس كان هذا غلط كان لازم انا شوي حكم رايي اكثر وما اكون ودانيه يعني اليوم الحمد لله تخطينا هذا الخلاف وصار في عنا صار في عنا وعي اكثر صرنا عم نقول انه اذا بيصير اي مشكله منحلها بينات بعضنا احسن ما نحن نلجا للاعلام لانه بعض الاعلاميين بتغذوا على هيك مواضيع وبيزيدوا شو بيقولوا يعني التيم بلي يعني بيسببوا خلاف اكبر اي عرض بتندم عليه؟ لحد هلا بقول الحمد لله انه انا ما كان عندي عثرات فنيه كبيره او بحياتي بشكل عام يعني عرض ما اخذتي ما في اي شيء بندم عليه يعني لاني بكون مفكره كثير منيح اي تصريح بتندم عليه؟ ولا اي تصريح لانه بحكي اللي بقلبي على راس لساني وما بخاف غير من اللي خلقني. على شو بتندمي اكثر شيء؟
على ولا شيء صراحه، لانه بحس حالي متصالحه مع نفسي، بعامل الناس بكثير شفافيه وبعامل الناس بكثير محبه، فلذلك اذا كان الشخص منيح معي فبكون كثير منيح، اذا ما كان منيح معي فهو خسرني.